السلام عليكم محنناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. طلبتوا مني وصفة للتبييض الفوري للرجيلات والوليدات، لأنكم مشيتوا للبحر وحرقتوهم فغادي تشوفوا معايا واحد الطريقه زوينه بزاف بدون وصفات وبدون اي تكلفه. الا قلت لكم بدون اي تكلفه يعني بدون اي تكلفه، بواحد المنتج متوفر عندكم بكل البيوت، والصراحه راه النتيجه ديالو دقه بطله كما كيقولوا. غادي تستعملي هذه الوصفه وغادي تلاحظي فعلا ان اليدين ديالك ما بقاش فيهم هذاك الاسمرار، ولا جربي على واحد اليد وخلي وحده وشوفي لك لالا النتيجه. طبعا بدون خلطات، ولكن عندنا جوج ديال العناصر، يعني ماشي بزاف عاوتاني ديال العناصر، ولكن تعد وصفه لان غادي نضيف واحد المكون عفوا اللي عزيز عليا بزاف بزاف واللي كيعطيني نتائج ولا اروع. طبعا اول حاجه اللي متوفره بكل البيوت اللي هي معجون الاسنان. اي نوع متوفر عندكم، ولكن نصيحه نعطيكم واحد النصيحه. اشنا هي؟ بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه بحالي، ما كنصحكمش تستعملوا هاد الانواع اللي كيكونوا فيهم اللوينات بحال هكا، شفتوا معايا فيهم هاد اللون الشيبي، كاين واحد النوع اخر المهم فيه الالوان، فكنصحكم انكم تستعملوا بحال هذا. ها هو اللي كيكون باللون الابيض، ها هو كما كتشوفوا معايا، شفتوا هذا باللون الابيض فقط. فبامكانكم تستعملوا المهم اي نوع، ولكن تستعملوا البنات المهم اللي عندهم البشره ديالهم حساسه. والطريقه جد بسيطه، غادي تاخدي واحد المقدار من النشا، نشا الذره او ما يسمى بالمايزينا. طبعا راه كلكم عارفينها، بغيت غير نوريكم عاوتاني هذه ديالها. المهم البنات اللي ما كيعرفوهاش راه غادي تلقاوها عندي بالفيديوهات السابقه، كتكون البكيه ديالها صفراء. يستحسن انكم تاخذوا هذيك اللي كتكون البكيه ديالها صفراء، يعني ما تجيبوهاش من عند العطار هذيك ديال العبار، ما عارفينش يعني الاضافات اللي عليها. وغادي توضعي عليها الكميه اللي غادي تقدك من معجون الاسنان، وراني سبق ودرت معكم واحد التجربه بمعجون الاسنان فقط راه تلقاو النتيجه، راه البنات جربوها ما شاء الله. وكاع ملي غادي تزيدوا هذا النشا يعني وصفه ولا اروع، بامكانكم تستعملوها لليدين للرجلين يعني، وكذلك تستعملوها للكوعين والركبتين، راه تبييض فوري. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني واش نستعملوها للرقبه، ما تستعملوهاش للرقبه لان الجلده ديال الرقبه ماشي هي ديال اليدين، ماشي هي ديال الرجلين يعني، وبقيه الاماكن اللي قلت لكم. وبالنسبه للبنات اللي بغاو وصفه لتبييض المناطق الحساسه مثل الابطين بين الفخذين، فراه غادي تلقاو الوصفه نزلتها لكم البارح، توب ديال التوب، والصراحه ما خدتش حقها، وصفه رائعه جدا تستحق التجربه. كنتمنى يا رب انكم تجربوا هذه الطريقه، تمزجوا حتى تحصلوا على كريم ما بين هذا ديال الاسنان وما بين النشا، حتى تحصلوا على كريم وغادي توضعوه على اليدين ديالكم وتبداو بالدعك. المهم تتوزعوه على اليدين كلهم او الرجلين، المهم اي منطقه، وتخليه واحد شويه تقريبا 3 دقائق الى 5 دقائق، ثم غادي تبداو انكم تقشروا هاد الوصفه اللي نتوما واضعينها، ثم غادي تغسلو بالماء الفاتر وتغسلو بشي صابون حبذا الى عندكم صابونه القمر. كنتمنى يا رب يكون هاد الفيديو نال اعجابكم. الى عندكم اي غزالات ديالي، اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده، ما تردكم الا انا ميلكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده، وتشجعوني باللايكات لان فعلا كنقدم لكم وصفات من اعماق قلبي، ولكن للاسف الفيديوهات ديالي ما كيوصلوش للناس، واللي ما كيوصلوهاش الاشعارات. كنتمنى انها تلغي الاشتراك وتعاود تشترك مره اخرى وتفعل الجرس، واللي عجبتها قناتي كنتمنى انها تنضم لينا باش يوصلها الجديد اول باول. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده، استودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه يا غوالي.